بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم مع مادة اللغة العربية وفرع القراءة. عنوان درسنا لهذا اليوم: مكتبة قطر الوطنية. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادراً على أولاً تحديد معاني بعض المفردات في سياقات مختلفة، ثانياً استخدام المعجم للكشف عن معاني الكلمات الصعبة، ثالثاً التدليل على الأساليب والوسائل التي تم توظيفها لتقديم معلومات النص. عزيزي الطالب، قمت في الدرس السابق بقراءة نص مكتبة قطر الوطنية، فأجبت عن أسئلة القراءة الصامتة، وحددت معاني بعض المفردات من خلال السياق، واستخلصت الفكرة العامة التي تتمثل في مكتبة قطر الوطنية وأقسامها ومحتوياتها، كما استخلصت الأفكار الرئيسة وهي: أولاً، أهمية القراءة وموقف الإنسان بعد معرفة أهمية القراءة وقيمة الكتاب. ثانياً، موقع مكتبة قطر الوطنية ومميزات بنائها. ثالثاً، محتويات مكتبة قطر الوطنية. رابعاً، المكتبة التراثية، موقعها وتصميمها ومحتوياتها. خامساً، مكتبة الأطفال ومحتوياتها. سادساً، مكتبة اليافعين ومحتوياتها. سابعاً، دور مكتبة قطر في خدمة المجتمع المحلي. ثامناً وأخيراً، النتائج المترتبة على معرفة الأمة قدر الكتاب. والآن عزيزي الطالب، قم بقراءة الدرس كاملاً قراءة جهرية معبرة حتى تكون مستعداً للإجابة عن أسئلة مصدر التعلم، وذلك في الكتاب المدرسي في الصفحة 63 إلى 65. أبناءنا الأعزاء، أشرنا في الدروس السابقة إلى العلاقات اللغوية بين المفردات المتمثلة في الترادف والتضاد والمشترك اللفظي، ونود هنا أن نذكر بها مرة أخرى، فنقول: الترادف هو الجمع بين الكلمة ومعناها، كما في قولنا: محمد سعيد مسرور فرح. فالكلمات سعيد ومسرور وفرح بالطبع تجمعها علاقة تسمى علاقة الترادف. أما عن التضاد، فالتضاد هو الجمع بين الكلمة ومضادها أو مقابلها، كما في قولنا: الحياة مليئة بالفرح والحزن. فالعلاقة بين كلمتي الحزن والفرح علاقة تضاد. أما عن المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي هو اتفاق الكلمتين في الحروف واختلافهما في المعنى، كقولنا: الحديث عن علم الحديث شيق مثمر. فكلمة الحديث الأولى نقصد بها الكلام، وكلمة الحديث الثانية
نقصد بها هذا العلم الذي يختص بدراسة السنة الشريفة. والآن هيا بنا أيها الأبطال لنحدد معاني بعض المفردات في سياقات مختلفة من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية. أوقف المقطع ثم أجب عن هذه الأسئلة، ثم قارن إجاباتك بالإجابة المعروضة أمامك لتتأكد من صحة الإجابات. عزيزي الطالب، كثيراً ما تقرأ درساً معيناً وتجد فيه كلمات صعبة لا تعرف معناها، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ لابد أن تلجأ إلى أحد معاجم اللغة العربية للكشف عن معاني هذه الكلمات، ولكي يسهل عليك البحث لابد أن تتعرف وتتبع الخطوات الآتية. أولاً، جرد الكلمة من حروف الزيادة، أي احذف الحروف الزائدة ورد الكلمة إلى أصلها إذا كانت مزيدة. مثال ذلك كلمة دراسة، مجردها درس، واستغفر مجردها غفر. ثانياً، إذا كانت الكلمة فعلاً مضارعاً أو أمراً يرد إلى ماضيه، مثال ذلك يجاهد فعل في زمن المضارع، ماضيه جاهد، ثم يجرد الفعل الماضي من أحرف الزيادة فيصبح جهد. حذفت الألف، ثم نبحث عن الكلمة في باب الجيم، مادة الجيم، ثم الهاء، ثم الدال. ثالثاً، إذا كان الحرف الثاني أو الثالث من الكلمة ألف، مثال جاد وطاب ورجا ورمى، فإننا نرجع الألف إلى أصلها من الواو أو الياء، وذلك بالرجوع إلى الفعل المضارع أو المصدر، مثال ذلك جاد. تتوسطه ألف، أي أن الحرف الثاني ألف. ماذا نصنع؟ نأتي بالمضارع جاد يجود، إذن أصل الألف واو، فتصبح جودا، ثم نبحث عنها في باب الجيم، مادة الجيم، ثم الواو، ثم الدال. الخلاصة، بعد أن نحدد الحروف الأصلية للكلمة نقوم بالبحث عن معناها في المعجم. فمثلاً كلمة استغفر نبحث عنها في غفر، باب الغين، ثم الفاء والراء. والآن وبعد أن حددنا خطوات الكشف في المعجم عن معاني الكلمات الصعبة، هيا بنا نجيب عن السؤال الآتي. أوقف المقطع ثم أجب عن هذا السؤال، ثم بعد ذلك قارن إجاباتك بالإجابات المعروضة أمامك لتتأكد من صحة الإجابات. والآن عزيزي الطالب، أجب عن هذا السؤال الثالث المعروض أمامك والموجود في الصفحة 64، ثم تأكد من صحة إجاباتك بمقارنتها بالإجابة المعروضة أمامك.
والآن جاء دوركم أعزائي الطلاب لتوضيح بعض المعاني والأفكار باستخدام المعلومات والتفاصيل الواردة في النص من خلال الإجابة عن أسئلة الفهم والتحليل الآتية. عليكم أن توقفوا المقطع ثم تجيبوا عن هذه الأسئلة الموجودة في الصفحة 64، ثم تقارنوا إجاباتكم بالإجابة المعروضة أمامكم لتتأكدوا من صحة الإجابة. وكذلك أيها الأبناء، عليكم أن تقوموا بالإجابة عن السؤالين المعروضين أمامكم والموجودين في الصفحة 64 والـ65، ثم تقوموا بمقارنة إجاباتكم بهذه الإجابة المعروضة أمامكم لتتيقنوا من صحة الإجابات. أيضاً أيها الأعزاء، عليكم أن تجيبوا عن هذه الأسئلة بعد إيقاف المقطع في الصفحة 65، ثم بعد ذلك تقوموا بمقارنة إجاباتكم بهذه الإجابات المعروضة أمامكم للتأكد من صحة الإجابات. أعزائي الطلاب، نص مكتبة قطر الوطنية هو نص يقدم لنا معلومات عن المكتبة، والنص الذي يقدم المعلومات يتسم بخصائص بنائية وأسلوبية تميزه عن غيره من النصوص، فتعالوا بنا نتعرف تلك الخصائص. أولاً، اللغة تميل إلى التعميم والموضوعية والحياد والوضوح. ثانياً، الابتعاد عن لغة المشاعر والمجاز والرمز. ثالثاً، استخدام الفعل المضارع أو الماضي، وأحياناً استخدام الفعل المبني للمجهول. رابعاً، الاعتماد على مصطلحات خاصة بالموضوع الذي يدور حوله. خامساً، الاعتماد على الحقائق العلمية بشكل أساسي. سادساً، استخدام الأرقام والإحصاءات. سابعاً، كثرة الأوصاف للأشخاص والأماكن والأشياء. ثامناً، لا يتم الترتيب فيها زمنياً. تاسعاً، تنظيم النص يشمل جملاً افتتاحية عامة يتبعها وصف أكثر تفصيلاً. عاشراً، استخدام العناوين والعناوين الفرعية وتقسيم النص إلى فقرات لتنظيم عرض المعلومات. أخيراً، استخدام الرسوم والصور أحياناً لتوضيح النص. قد عرضنا عليك أيها الغالي خصائص هذا النص، والآن جاء دور التطبيق. وبعد أن تعرفنا هذه الخصائص، أجيبوا عن هذا السؤال السابع المعروض أمامكم والموجود في الصفحة 65 لتطبيق خصائص النص، ثم بعد ذلك قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات المعروضة أمامكم لتتأكدوا من صحة الإجابات. أبنائي وبناتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.